خاطر البنالتين تاع اليوم الجديدة محضرها من الباب. نقصت له على اليسار. جبتها. البارح. عملنا دي سيونس دي بنالتي. مشيت لهم كل على اليمين. سبيسيالمون. الأولاد كل مرة يشوطوا على اليسار، ما يشوطوا على اليمين شدة، على اليمين شدة. بعد كي نمشي على اليسار يشبدلوا على اليمين يوركيوها. معناتها في بالي اللي لونترونور نتاعهم يتبع فينا من فوق. ترجع له ثم والحكم وانا على ضربة الجزاء. فين ضربة الجزاء هذيا؟ نعاودوا نشوفوها. شوفوا في ظهر زعيدي. زعيدي بظهره. أسيس يا سكريار. أسيس يا سكريار على الكرة برا. طيبة من سكريار. طيبة من سكريار. سكريار كيف الملعب؟ يتمكن من تحويل الكرة من خارج الميدان وتكون ركنية. ركنية إذا لسان الفريق الأنجولي. إذا الطرج السويسري يبقى دائما محافظ على حدوده. شكر يا عم. شايف الملعب. والحكم ما يشوفش هذه عاد العملية يشوف شكر يا عم. يبدو يمين. يخرج الكرة. هنا في الشوط الثانية بودي بولي هو نفس اللاعب اللي شتولى التنفيذ ضربة الجزاء هي تقدم بودي بولي وممتازة ممتازة من شكري الوعر ممتازة جدا برافو شكري الوعر شكر الوعر اليوم اتممت لكم القابكم الى جمهور ترجي رياضي تونسي ما زدت لهم كل شيء ما زدتش تعطيهم حاجه لا كمل سنين ونزي حارس رقم واحد في تونس وقائد الترجي والمنتخب مسيرة بطولية طويلة مع الأحمر والأصفر وسجل الحافل بالألقاب الواعر يبقى الحارس اللي يعول الترجي على خبرته وصنعته الكبيرة للوقوف في وجه أعتى الفرق الإفريقية شجاعة وحضور بدني وذهني وروح انتصارية كبيرة الحارس يكفي باش يكون في نهاره حتى يتمال دفاع الترجي ويتمال الجمهور شكري قائد مثالي وصاحب حضور كبير فوق الميدان أسرار المهاجمين لغز فك رموز وشكر الواعر اللي كان المنقذ في كل مرة يبحث فيها الترجي على الفوز اسم الواعر اقترن باسم الترجي ومشوارها الحارس في كأس الكؤوس الإفريقية شاهد على حصوله درجة الامتياز والإبداع ودور نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كان مناسبة أخرى أكد خلالها الواعر أنه حارس غير عادي وأثبت أن الأجواء الإفريقية مهما بلغت قسوتها مش ممكن باش تأثر ولو بالقليل في ثقته الكبيرة وفي إمكانياته وفي قدرته أيضا على مواجهة كل المواقف حتى لو تعلق الأمر بالتصدي لضربة جزاء تسجيلها قد يحرم الترجي من الحصول على كأس عندها طعم خاص الواعر حدى أكثر من 50,000 متفرج والخبرة الكبيرة قالت كلمتها والخاتمة ما تنجمش تكون أحلى من العودة بكأس مش ممكن يرفعها إلا قائد في قيمة شكر الواعر شكري الوعر اسم يعيدك لحقبة زمنية تهاطلت فيها الألقاب على حديقة حسان بالخوجة شكري الوعر هو وعر في تدخلاته الرشيقة وعر في نظراته المحطمة لهواة الشباك
مواليد 15 أوت 1966 شكري الوعر ينحط التاريخ حافل بالألقاب. وفاء في المسيرة الرياضية لناديه الترجي الرياضي في 9 أوت 1990 شكري الوعر يلتحق بالمنتخب الوطني. 97 لقاء دولي الوعر يضيف فقرة في أرشيف الفيفا كأكثر حارس تونسي شارك مع المنتخب. كأس العالم 1998 مجلة فرانس فوتبول تختار الوعر كأفضل حارس في الدور الأول. تسعة بطولات مع الترجي، 3 كؤوس، 7 ألقاب قارية، 4 مشاركات في الكان، منها نهائي 96 في جنوب أفريقيا. دوليا شكري الوعر يودع الشباك مع المنتخب في 27 مارس 2002 بعد مواجهة النرويج. في 20 أفريل 2002 أسد شباك الترجي والمنتخب، يفتح عارين الشباك ويقرر الاعتزال.